ولكن للمزيد من التفاصيل ينضم لي المهندس احمد عمران رئيس جهاز مدينه العبور. برحب بك يا فندم في البدايه على شاشه اكسترين. اهلا وسهلا بيكم فندم. اهلا بك يا فندم، يعني تطلعنا على مزيد من التفاصيل عن مشروع دار مصر وما تم افتتاحه اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس. تمام. بالنسبه لمشروع دار مصر، احنا عندنا مشروع دار مصر واحد باجمالي 89 عماره، ودار مصر 2 126 عماره باجمالي عدد وحدات 5160 وحده. النهارده سياده الرئيس شرفنا بافتتاح 116 عماره باجمالي 2784 وحده. فندم، يعني الوحدات دي اصبحت جاهزه للتسليم يا فندم، امتى هيتم تسليمها بالفعل؟ مظبوط كده، هي جاهزه للتسليم. احنا على طول يعني سبقنا باجراءات ان احنا بعتنا للبنك لنهو الاجراءات مع الساده المستفيدين، يتوافدوا على المدينه ويتم تسليمهم. هناك مرحله ثالثه يا فندم يتم العمل فيها، يعني وتحدثنا عن هذه المرحله. عندنا مرحلة اللي هي التالتة من الإسكان المتوسط اللي هو تحت مسمى مشروع جنة، دول 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة. يتم يا فندم الاخذ بكافه الاجراءات الاحترازيه في خلال العمل في المرحله الثالثه. طبعا احنا كل المواقع حاليا شغاله في ظل ظاهره فيروس كورونا بالاجراءات الاحترازيه، ما بين الكمامات، تعقيم، تطهير اماكن مبيت العماله. طبعا التعليمات كلها صادره ان احنا ما تتاثرش معدلات الانجاز في العمل، فبنراعي كل الاجراءات وفي نفس الوقت ما يتعطلش سير العمل. بالنسبه يا فندم للتكلفه الاستثماريه لهذا المشروع، يعني بعد الافتتاح التكلفه الاجماليه. احنا عندنا طبعا تكلفة مشروع دار مصر واحد، تكلفة العمارات 636 مليون جنيه، ودار مصر 2 مليار و48 مليون. تكلفة المرافق في دار مصر واحد 101 مليون، وفي دار مصر 2 المرافق طبعا شاملة تنسيق الموقع واللاندسكيب والأسوار 144 مليون و3 من عشرة. بالنسبة يا فندم يعني أخيرا للخدمات هنا في مدينة العبور، وهنا يعني تحديدا في هذا المشروع. طبعا بالنسبه لمشروع دار مصر، احنا عندنا تم تنفيذ عدد 4 سوق تجاري، كل سوق تجاري عباره عن 8 محلات احداهم صيدليه. عندنا منطقه خدمات في المنطقه المحيطه بدار مصر، بتتكون من خدمات مدارس، مساجد، مركز طبي، حضانات، مول تجاري. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.